طيب بالحديث عن الظروف الاقتصادية والسياسية، هناك ظروف اقتصادية وسياسية لا تخفى على أحد، جهاد في الداخل الإسرائيلي، هناك انقسام في الحكومة، هناك رد فعل أو رأي عام إسرائيلي غاضب من بنيامين نتنياهو ويريد إنهاء هذه الحرب، هناك خسائر إسرائيلية. في مثل هذه الظروف لماذا يفتح بنيامين نتنياهو على نفسه جبهة أخرى ربما لا تتحملها إسرائيل في هذا التوقيت؟ أحد دكتور، هذا صحيح، توصيف دقيق جدا. يعني بالضبط، نتنياهو هو الذي يسعى لتوسيع المعركة لخارج حدود قطاع غزة، هو الذي يذهب للتوتير مع لبنان، هو الذي يهدد بقصف الحوثي وأيضا إيران وكل محور المقاومة، وبالتالي هو يسعى لهذه العملية، لأنه يدرك بأنه اليوم التالي لوقف العدوان على قطاع غزة سيكون هو اليوم الذي تنتهي فيه يعني حياته السياسية. نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب في قطاع غزة، العدوان على غزة، وتوسيع ما أمكن لإطالة الفترة الزمنية لبقائه في السلطة. وفق استطلاعات الرأي التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية، هنالك تراجع كبير في شعبية يعني نتنياهو. فقد حزب الليكود بقيادة نتنياهو أكثر من نصف أعضاءه في الكنيسة الإسرائيلي، وهذا يعني يمثل خطر على حتى مستقبل حزب الليكود نفسه. وبالتالي هو يسعى إلى يعني إطالة هذه الحرب أملا في تحقيق إنجاز. ربما أن يكون عملية اغتيال صالح العروري، وهو مطلوب منذ سنوات كما قلت دكتور في مقدمتك، بأنه كان مطلوبا للموساد الإسرائيلي ولدولة الاحتلال، ربما يأتي ليقول بأنه أنني حققت هذا الإنجاز الكبير، وأنني أتيت بالشخصية الأبرز على المستوى أو من الشخصيات البارزة على المستوى العسكري، وصالح العروري متهم أو تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن مجموعة العمليات في الضفة الغربية، وكما هو معروف هو مسؤول الضفة الغربية في حركة حماس، وهنالك اتهامات للعروري بأنه كان يقود الجناح العسكري في الضفة الغربية، وكل التصعيد الذي تشهد الضفة الغربية من عمليات تشكيل لمجموعات عرين الأسود وكتائب جنين والرد السريع وغيرها يتهم فيها صالح العروري باعتباره المسؤول عن هذا التصعيد وإعادة ترتيب أوراق حركة حماس في الضفة الغربية، وبالتالي ربما يأتي بهذا الإنجاز ليقول بأنني تمكنت من اغتيال أو قتل رأس كبير من قيادات حركة حماس، وهذا ربما يراهن على أنه يحسن في ظروفه أو يحميه على الأقل من الحاسبة التي تقترب من رقبته، خاصة بأن هنالك حالة من الصراع الداخلي في داخل دولة الاحتلال بين الأطراف، وهنالك تراجع لحكومة أو انهيار للتآلف يعني تحالف نتنياهو مع اليمين واليمين المتطرف، وبالتالي هذه ربما قضية اغتيال العروري تأتي في سياق يعني تحقيق إنجاز ما لنتنياهو، لكن هذه متروكة للحسابات القادمة.